النتيجة ويفوزنا. أداء كان مليح إن شاء الله، كاين مقابلة ثانية ثانية نخلوه برجع لي جوا نكونسونطري بزيد ونحققوا النتيجة إن شاء الله. مفتاح النجاح هو العمل، نخدموا ان شاء الله يا ربي باش كما نقول لك المحطه باش ما نحبسوش هنا ان شاء الله، باش نزيدوا نحققوا نجاحات اخرى ان شاء الله يا ربي. وكما يقول لك هذا الشيء كامل يجيب التوفيق من عند ربي سبحانه. كما تشوفوا التدريبات التحضيريه المباراة الثانيه امام منتخب طوغو، وين الماتش الاول اللي اليوم كنت درنا صححنا الاخطاء اللي وقعنا فيها مع الماتش الاول، صححنا الاخطاء وان شاء الله ديجا ماتش نكونوا افضل ان شاء الله. كما شفتوا المباراة اللي فاتت خرجنا رابحين 1-0 الحمد لله، هذا سي ماتش تاعنا 5 ماتش غاني وماتش ديفات، ان شاء الله نكملوا في الديناميكيه هذه تاع ليكيب لابريم ان شاء الله. وان شاء الله المباراه الجايه ندخلوا نابليكي واش رانا نخدموا عليه سيغ تيرا باه نفرحوا الشعب الجزائري ونفرحوا بالاخص المدرب تاعنا مجيد بوكرا اللي وضع فينا الثقه هذه. كما نقولوا لازم نفوزوا غدوه بالمباراه باش نقيموها بالتربص ناجح بوزيتيف، باسكو مازالتنا مباراه غدوه ان شاء الله لازم نفوزوا بها بيان سور. لازم كيفاش نقولوا لازم تقدم كاع عليك هنايا باش تقدر تروح لاوروبا، باسكو ماشي هكا كبرك باش تروح لاوروبا ان شاء الله. بوكو با ان شاء الله بيان سور مدونا بزاف عفايس لي كونسين لي يخلوك باش تحترف، باسكو ماشي هكا كبرك الاحتراف، لازم الخدمه ولا كونسونطراسيون بزاف عفايس. لازم نحضروا لها اكثر من المباراه الاولى باسكو راح تكون صعبه وان شاء الله نفوزوا بها، باسكو ماشي هكا كبرك باش نفوز، لازم تكون كونسونطراسيون والاخطاء اللي وقعنا فيها المباراه الاولى لازم نعاودوهم في المباراه الثانيه باش نافونسيو ان شاء الله.